متابعة كبيرة وتوجيه من السيد المحافظ المحترم. اليوم كان لنا زيارة إلى مشاريع في غرب نينوى في قاطع زمار وهذه المناطق القريبة من هذا المكان. الزيارة الأولى كانت إلى مشروع أسكي موصل سهلج، سد الموصل، هذا الطريق الحيوي بطول 23 كيلومتر. مدة العمل كانت 5 أشهر، المباشرة كانت قبل شهر في هذا المشروع. العمل الآن يعني مدة شهر ولكن تقريبا نصف العمل أكمل. سنختصر المدة إن شاء الله إلى شهرين أو أقل من هذا المدة. بالنسبة لهذا المشروع، مشروع حقنة زمار، هذا أيضا طريق حيوي كما ترون، تسلكه كميات كبيرة من السيارات، ومشروع متضرر بشكل كبير وكان متروك بالفترة الماضية. هذا الطريق مدته أيضا 110 يوم، إن شاء الله نختصر هذه المدة أيضا إلى فترة أقل. هناك اهتمام كبير من السيد المحافظ، الحكومة المحلية، بهذه المناطق التي كانت مهملة بشكل كبير في الفترة الماضية. تركيزنا على مناطق غرب نينوى، إن شاء الله في الخطة المقبلة أيضا لدينا أعمال كثيرة في هذا المكان. هناك مشروع سهلج تلموس، وهناك مشروع كسك ربيع الحيوي، والمهم الذي هو الطريق الرئيسي هو والجسور العائدة له. كذلك هناك مشاريع كثيرة في القاطع باتجاه الجزيرة، في تل عبطة وفي تل عفر وفي سنجار وفي البعاد.